معانا على الهاتف الأستاذ محمود جابر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء الخير، أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني إذاعة أخبار كاذبة، تصوير فيديوهات مفبركة بلقاءات مع عناصر خاصة بيهم، تحاول تقول إن الأوضاع مترددة في مصر وإنه ما كورونا منتشرة والدولة مش مهتمة، التحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب، سلسلة من الجرائم ارتكبتها الجماعة الإرهابية في هذه الفترة، يعني وصلت بنا إلى هذا الحكم اليوم. يعني هو الحكم اليوم هو مش بالقدر اللي يخص هذه الأحداث اللي حضرتك ذكرتيها، بقدر ما يخصه القصد الجنائي والقصد السياسي وراء نشر هذه الأخبار الكاذبة. هذه الجماعة تحاول تصور أن المجتمع له صورة ما بقصد إعادة اختراق وإعادة التموضع مرة أخرى داخل المجتمع الذي رفضها. هو ده فكر الإخوان بعد ما بقى مش بسهولة في إيديهم سلاح أو مش بسهولة قادرين على عمل إرهاب، إنه تخريب المجتمع من الداخل ونشر الإشاعات والبلبلة والكذب وإظهار إن المجتمع بيتهاوى ومحاولة الفتنة، الآليات اللي بيستخدموها في حروبهم الإعلامية ربما تكون أكثر يعني فزعاً بالنسبة لنا من الآليات الجنائية. يعني طبعاً أنا أتفق معك تماماً إنه ما يفعلونه عن طريق نشر هذه الأخبار هو أكثر خطراً في خلخلة المجتمع وثوابته، خاصة كمان مع الأزمات اللي احنا بنعيشها، يعني مع هذه الأزمات اللي الناس بتعيشها، الأزمات الاقتصادية اللي الكل بيعاني منها، هذه المقاصد الجنائية في تفتيت المجتمع ربما يكون لها أثر شديد، ولذلك جاء الحكم للتصدي لهذه الجماعة لمحاولة أو لفشل أو قطع الطريق على محاولة التموضع مرة أخرى داخل المجتمع. كيف ترى هذا الحكم اليوم؟ الحكم هو دليل على أن المجتمع ما يزال يسير في طريقه نحو اقتلاع هذه الجماعة، اقتلاع كياناتها ومؤسساتها وأشخاصها، محاصرتهم، عزلهم. أنا يعني أرى أن المؤسسات القضاء ومؤسسات الشرطة بصراحة قايمة بدور في هذه المعركة، دور بطولي، لكن هناك تراخي في العديد من المؤسسات في هذه المعركة. فكرة الأمن الغذائي وتوفير السلع وقبض الأسواق، كل هذه قضايا فيها خلل، محتاجين عشان لا يعني لا يحدث أوبة أو رجعة أو ردة داخل المجتمع نحو التعاطف مع هذه الجماعة، إن هذه المؤسسات تعمل بالكفاءة المطلوب منها، تحاول ضبط الأسواق، تحاول تخفيف العبء على المواطن، لأن كل دي معركة لا يمكن أن تنفصل بعضها عن بعض. إحنا بنحيي القضاء المصري اللي بيقوم بدور بطل في هذه المعركة دون خوف أو خشية من بطش أو انتقام هذه الجماعة، لكن كمان بنقول للجماعة التانيين زي وزارة التموين والوزارات الاقتصادية، المجموعة الاقتصادية، عليكم أن تكونوا أبطال مثل القضاء المصري ومثل الشرطة المصرية ومثل الجيش المصري، تقوموا بدوركم في صد هذه الهجمات وهذا التوحش ضد المواطن حتى نصطف مرة أخرى في مواجهة هذه الجماعة وفي مواجهة كل الأخطار التي تحيط بالمجتمع المصري. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمود جابر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، وبضم صوتي لصوت حضرتك في فكرة أنه الرقابة على الأسواق يعني بغض النظر عن الجماعة أو غيرها أمر شديد الأهمية من أجل يعني استقرار المواطن المصري.